وزعنا كل الكروت، ناقص الزباين بقى. يا مسهل، مساء الخير. أمور يا فندم. أنا جارتكو ساكنة في العمارة اللي جنبكو، دولة الندورجي. الندورجي؟ ده اسم والد حضرتك؟ آه بابي. أنا كنت سمعت إن هنا في محل ورد. لا، هو مش محل ورد، هو مشروع محل ورد. اتفضل يا فندم في البلكونة. لا، هو أنا لسه هتضيف؟ لا، حضرتك فهماني غلط، أصل أنا حاطين الورد في البلكونة، لو حطينا الورد جوه الشقة هيسحب الأكسجين كله، ممكن نموت والمشروع يفشل. اتفضلي في البلكونة سعادتك. أوكي. اتفضلي يا دكتور هانم. اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا عندي كل الأنواع يا دولة هانم، يا ريت تقولي لي على ذوق جوز حضرتك وأنا أختار لك المناسب. لا، هو مش لجوزي. اخس. ويا ترى بتحبيه هو أكتر ولا بتحبي جوز حضرتك أكتر؟ لا طبعاً هو. ستة ناقصة قوي. هو اللي بيملي عليا وحدتي، عشان للأسف جوزي على طول مش موجود بسبب شغله. ما هي دي مشكلة الستات اللي بيهملوهم جوازاتهم ويسافروا. عندك حق، لو كان موجود عمري ما كنت افكر في حد غيره، ولا كان قلبي اتعلق بحد تاني. طب يا فندم، ما تتطلقي من جوزك وتتجوزي اللي بتحبيه وخلاص، يبقى احسن يعني. انت مجنون؟ عايز نتجوز كلب؟ كلب؟ اكيد كلب. النوعيه اللي تعرف ستات متجوزه يبقى اكيد كلاب. بس هو بصراحه مش اي كلب، ده كلب اصيل غير كل الكلاب. لا، انا بالنسبه لي انا بقى كلب وابن كلب، وخلي بالك لو جوزك عرف انك انت تعرفي واحد غيره ممكن يقتلك. ما هو عارف، ده حتى لما بيخش عليا وهو نايم جنبي ما بيقدرش يزعجه، بيخش ينام في الاوضه الثانيه. جوزك بيخش عليكي وانت نايمه جنب واحد تاني وما بيقدرش يزعجه؟ واحد تاني ايه؟ ده تايجر الكلب بتاعي. حضرتك جايه تجيبي ورد في الفالنتاين للكلب بتاعك؟ ايوه، هخليه نايم واجيب له بوكيه ورد واقربه من مناخيره واقول له هابي فالنتاين.